إذا كانت مظاهرات الجزائر قد رسمت لوحات فنية وعكست رسائل التقدم والتحضر، فإن هؤلاء الشباب اليافعين وهم طلبة جامعة طرابلس قد فعلوا ذات الأمر حين خرجوا في مظاهرة سلمية يطالبون فيها بحقوقهم التي أقرتها لهم الحكومة ولم تفي بها. هؤلاء الطلبة بعد نداءات وبرقيات ومراسلات سئموا اللغة المتخشبة وقرروا تصعيد الخطاب ورفعه إلى مستوى أعلى حينما وقفوا في جامعة طرابلس وانتقلوا إلى ميدان الجزائر يطالبون بالمنحة التي توقفت منذ سنوات، حتى دفع انقطاعها كثيرا من الطلبة إلى الانقطاع لانعدام السبل وصعوبة استمرار الدراسة خصوصا بعد الانقسام الذي راحوا ضحيته. في مقابل هذه الوقفة التي أمنتها داخلية الوفاق، خرجت وزارة التعليم ببيان ليلة الجمعة نقلت فيه تصريحات عن عبد الجليل قوله إنه يؤيد مطالب الطلبة ويتضامن معهم، وأن الوزارة تعمل جاهدة على حلحلة الإشكال، وإنه خاطب في 25 من يوليو سنة 2017 رئيس المجلس الرئاسي بشأن أهمية تنظيم عملية صرف المنح الدراسية. عبد الجليل بعد أن تضامن وأيد ربما الامتصاص الاحتقان عزى سبب انقطاع المنحة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ختام قد يهدد مسألة انتظام المنحة إلا إذا استمر الطلبة في مطالبتهم بما هو حق.